عايز اعمل شويه رز حلوين. طبعا خدت شويه شوربه من شوربه الفخده، موجودين معايا هنا بوكي جرنيه، واللحمه المفرومه بتاعتي متعصجه، كان عندي امبارح سمبوسه باللحمه، عندي شويه لحمه في الثلاجه طلعتهم، لحمه ضاني، لحمه كندوز اللي موجود، ولكن يفضل لحمه ضاني. طب ما لقيتش لحمه ضاني بجيب كندوز واخد حته ليه ضاني كده تاخد الطعم، لان الرز لما ياخد حته من ليه الضاني او الدهن الضاني بيبقى طعمه مختلف. والدليل على كده الكبسه لازم تتعمل بالايه؟ باللحم الضاني. ننزل بالرز ده كده. ياخد تدويره كده مع اللحمه المفرومه، مع توابل اللحمه المفرومه، مع بهارات اللحمه المفرومه. ثواني متعصجه عندك في الثلاجه، ثواني تعصقتيها مع بصله وتومه وشويه بهارات حلوين. وخلي دايما اللحمه شخصيتها قويه في قلب الرز اللي هو بالخلطه، لان هياخد مكسرات برضو، خلي بالك. المقادير على الشاشه، معانا رز بسمتي، معانا لحمه مفرومه متعصجه، وانت متعصجيها مفيش اي مشكله. بالشكل ده كده. اهم حاجه عندك يكون شوربه، في شوربه حلوه، بوكي جرنيه من الشوربه، شوربه الفخده الضاني. نحط القرفه الخشب دي حلوه في الرز، ورق لورو، برزنتيشن حلوه كده. حلو، نعم. عينيا عايز اشوف موضوع الخشاف ايه اللي جابه للفخده الضاني. اصبر على رزقك، خلينا احط الرز على النار علشان ياخد وقته في السوى. ناخد الشوربه دي كده. خلي بالك لو انت معصجه اللحمه مسبقا وفي الثلاجه عندك، وطبعا انت فاكره ان هي واخده ملح، فتعملي كنترول على الملح هنا، لان الدنيا صيام طبعا ومش عايزه بقى ادوق الاكل. بس خلاص، دي الشوربه. حلو، خلص الرز. خليه على النار هاديه بقى كده، واسيبه مع نفسه شويه لغايه لما اشوف ايه اللي ورايا في المطبخ. عندي سمبوسه، وعندي طاجن فول بالحمص، وعندي صينيه كنافه بالمكسرات على طريقتي. الله. وعندي سلطه فتوش يا شيف. اخده على النار كده واسيبه. ده الرز كده جاهز. حلو الكلام. هنغطيه. غطى الحله هنا اهوت زي الفل. نصيحتي ليكي بقى في الشهر الكريم عشان تدعي لي دعوه حلوه، تعملي رز بالشعريه، رز بالخلطه، رز ابيض، ايا كان نوع الرز، اوعي تهدي النار على الرز غير لما يغلي. غليت الحله بتاعتك، وطي النار عليه. انا هبدا اغطي كده اهو، وهدي النار عليه كده. خلص الرز بتاعنا. اخبار الرز ايه؟ حكايه حكايه وروايه. الله. شويه رز بطعم الفخده. ممكن نعمل حاجه لطيفه، نحط الرز ده في السرفيز الكبير ونحط الفخده عليه، والقراصية تبقى هي الزينه، هي الكوشه، هي الورد بتاع الفخده. نغطي الرز تاني زي الفل. شويه رز بالخلطه. اللهم صل على النبي. عينيا. الله على الريحه. فيهم لحمه مفرومه؟ فيهم لحم ضاني. واخد طعم القرفه؟ واخد طعم الضاني؟ الله. يا بصي، هي كده احنا فطرنا، شويه الرز دول وطبق سلطه الفتوش العروسه اللي على السفره دي، خضار بنقطعه مع بعضه، بنحط له دبس الرمان، نحط له عصير ليمون وزيت زيتون، خيار وطماطم وخس. حلو الكلام. ياخد بصلايه ناعمه، شويه الرز دول كلهم ينزلوا كده، وده مكان مغرفه الرز، اسويه كده.